تمام الشكل زين، تبعوا هسه الرسم الخطوات. هاي السيل ديفيجن، هاي السايكل بسموها السيل ديفيجن، مرحلة انقسام الخلية. الخلية لما تنقسم تمر بفيزز بأطوار، هاي الأطوار أحد الخطوات مالتها يصير دي إن إيه ريبليكيشن. تعالوا هنا لي قدام، لا تروحوا لي ورا. شنو هذا النيت؟ الانزيمز اللي هن involves بال DNA replication. Enzymes involves DNA replication. أول شيء هذي DNA polymerase. هكذا. As a phosphodiester bond,
مثل بطلة قاعد يعني أدني ثاني أو كذا، بطلة شنو بطلة تو سترون بطلة اليونت كلها يونت رايق، يعني بطلة السكر رايقوز بسكر رايقوز آخر عن طريق ال 3OH تربطها ب5OH وهكذا 3OH ب5OH. يعني دكتور بس بين السكريات هي الفوسفودايستر بوند؟ اي هذا موجود الفوسفودايستر بوند ما بين الثاني القاعده النيوكليوتيه اللي تعرفها، بس يعني مش هو غير نقول احنا نيوكليوتيد ونيوكليوتايد هذول يربطون فوسفودايستر بوند لو متخصصه بس السكريات. هذه الباك بون اوف دي ان اي فوسفودايستر بوند باك بون اوف دي ان اي يعني العامل الفقري للدي ان اي، هذا اذا كسر معناته الدي ان اي ينتقل. لما تصير ريبليكيشن تصير عندي هاي النوبلز مكان الفقاعه مكان راح يصير ريبليكيشن هاي الفوسفودايستر بوند تكون موجودة مستحيل ما تنكسر، وإلا راح يكون ستراكشر مال دي ان اي بعد يصير على دي ان اي يصير عبارة عن مواد كيميكال سبستانس ثلاثة. اوكي ريدي انا اضاف الحديث الدي ان اي بوليمريز هو انزيم اضافي، لما انا اريد ابني دي ان اي جديد النيو ستراند اوف دي ان اي راح يجي بوليمريز يضيف ياخذ يصحح هذا الخطأ. شو يسوي؟ يروح يسوي كات يقص هاي المنطقة
هي هذه زين نرجعها ويجيب القاعده اللي انا قاعده نيتروجين انا نيتروجين بيس اللي انا صحيح زين وتفوت مره ثانيه كانما استوعب عمليه استئصال ترتيب هسه راح نشوف الديتيلز عندي نوعين النوع الاول هو بوليمريز واتش شو يسوي؟ Primer, the RNA
نسوي تايب 3 ما بنحتاج الـ RNA prime اللي حتى يكون الجايد مالته حتى نقص البداية مالته غير ال حتشوفيه سبريس زين يلا بلدر البنا مالتنا اللي قلت لكم عليها primase initializer يعني شنو يسوي initiation زين هي يبدي يسوي عملية البناء احنا مع انه ده نبني دي ان اي بس التايمر زين اللي يشتغل عليه البرايمز هو عباره عن قطعه صغيره من الار ان اي خليها ببالك فالبرايمز هو انزيم بارد يشتغل على قطعه تساعد انه ابدي اللي هي عباره عن شنو قطعه صغيره من الار ان اي مو دي ان اي قطعه صغيره من الار ان اي هذا البلو المكان اللي تبدي بيه العملية يسموه الأوريجين المكان الأصلي شوفوا هاي هنا الدبل سترون هذا عندي يصير من 3 إلى 5 المقابل إلى 5 to 3 هذني البني يسميهن الإنزيمز اللي قلنا عليهن SSP قالت عليهن زميلتكم السنجل سترون بروتين اللي ثبتن يعني هذا منهم وهذا قلنا عليه شنو اسمه هذا؟ هيليكيز زين هيليكيز يسوي ان ويندينج او شو يسوي زيبينج يفتح لي الزيت او السحابه اللي انا اريد مشبهيه هنا اللي اريد اشتغل عليها فهو يبدي هنا بس شوف هذا الاتجاه هذا شكله مثل ايش شوكه شغل على هالزيت شكله فهاي يسموها ريبليكيشن فورك زين لان سموها فورك شوكه لانه هيك شكلها زين المكان اللي راح يجي يصير به هذه كدائرة يسموها البابلز واضح؟ فأولا أول إنزيم يشتغل بعملية الريبليكيشن هو من هو؟ هيليكيز هيليكيز يلا ويا يا طلاب يعني بعد صورة صوت بعد شفتون أكثر الهيليكيز فجانب بالأخير ويا يا زين؟ نعم تطلع؟ شغلة؟ أوكي الله يجزيك يا إن شاء الله هي عملية معناتها زيادة التفاف الDNA اللي يلتف أكثر من ما هو هو المفروض يكون يكون شنو هليكس دبل هليكس يسموه دبل هليكال سترانج فالسوبر كويلينج يعني بعد
هاي العملية عملية السوبر كولينج. زين هاس توبو ايزومريز overwriting of DNA super calling لك اتذكر انه الدي ان اي هم عباره عن شنو انه مو كومبلمنت يعني مو ايدنتيكال مو متطابقين شريطي الدي ان اي مو ايدنتيكال مو متطابقين يعني لما تيجي تطبقهم واحد على الثاني ما يكونون نفس الشيء بس دول كومبلمنت واحد يتمم الثاني زين واحد يتمم يعني جي يتممها سي انت ما تلقى هنا جي تلقي لها ايدنتيكال جي اخرى بس تراند الاخر فهما not identical but شنو complement each to other واحد يكمل الثاني زين الارتباط مالتهم يكون عن طريق شنو عن طريق الهيدروجين بوند هذه الفوسفودايستر بوند اللي هي عبارة عن أصلا هذه الفوسفودايستر بوند هنا هاي 3OH ترتبط بال 5OH اللي 3OH of الريبوز شوغر أوكي ترتبط أو الدي أوكسي رايبوز حتى نكون دقيقين دي أوكسي رايبوز بالـ DNA بالـ 3OH يرتبط بالـ 5OH اللي موجودة بمن ترتبط ويا مجموعة الفوسفيت لذلك سموها فوسفودايستر بوند هذه ما تنكسر ما علينا بيها اللي تنكسر على مود تصير عملية البناء والانصهار وكذا هي هذه هي الهيدروجين بوند تكون أضعف يقول احنا ما نقول الدي ان اي واحد رايح بالشمال وواحد رايح بالجنوب ويا يا رجان الله يخليكم هاي لو تقروها وحدكم بدون هاي الصور طل يعني جربتها ويا الطلاب ما قدروا يتخيلوها زين سو بليز يعني تقدموا لي قدام قد ما تقدرون وانا اذا وقفت الفيديو خطوه خطوه واعلق عليه انا حتى اذا احكيها هالشكل بدون هاي الصور اعتقد ما تساعد اذا تشوفون هاي العمليه فاشله حتى نشوف طريقه ثانيه زين لان ما احسكم مشدودين وياي حسب بالاخير كلش خارج ضغطي ما نقول نورث وساوث وانما شو نقول نقول 5 to 3 و 3 to 5 باي ذا واي هالمحاضره هواي يجي عليها بالامتحان دائما زين 5 to 3 3 to 5 نشوف شنو يعني 5 to 3 و 3 to 5 شوفوا شنو قالت الشوغر هو الباك بون قبل شويه انا قلت لكم اياها هي الباك بون هذا الشوغر شكلها هذا الخماسي والفوسفيت هذه الدائريه والبيس هذه اللي هن شنو هن الادينين الثيمين الجوانين السيتوسين هذول البيس زين دائما الفايف برايم 5' carbon is out of the sugar structure. Okay? الخامسة كربون الخامسة تكون برا اللي هي CH2OH. Okay? Clockwise يعني باتجاه عقارب الساعة. بعدين الأكسجين ويجي 1 2 3 باتجاه عقارب الساعة يعني شلون الساعة تصير 1 2 3 4 5 واضح؟
تشوفون الفرق؟ هاي الفرق ما بين الترند اللي هنا هذا الكلوك وايز هالشكل دا يقرا، هذا الاتجاه الاول دا يقرا من هنا باتجاه عقارب الساعه. لو تجون للترند الثاني حتشوفون انه شنو صار بيه؟ انقلبت الشوغر، الرايبوز انقلب. فلما اجي اني ابدي احسن حتى اصير باتجاه عقارب الساعه راح وابدي من الاكسجين من هنا من هنا. احنا دائما لازم نقرا شنو؟ باتجاه عقارب الساعه. يعني ما اقدر اقرا هيك من هنا، ما اقدر اقرا هيك من هنا، زين؟ فانا لازم عمليه القراءه مالتي تصير باتجاه عقارب الساعه من الاكسجين وابدي اقرا باتجاه عقارب الساعه. اذا تشوفون هنا انا ايش دا اقرا؟ 3 to 5 3 to 5، زين؟ هذا الستراند الاول. الستراند الثاني ايش تتوقعوا شو يصير؟ 5 to 3 5 to 3 هنا 3 to 5 to 5. اوكي، ليش انقلب؟ هذا سبب انه هم انتي بارالل، هم كومبلمنت، هم نوت ايدنتيكال. واضح؟ لانه الستراند الثاني الشوغر مالته حتى اقرا باتجاه عقارب الساعه انا اقرا ارقم من هنا 1 to 3، فهذا 3 to 5 3 to 5 3 to 5. زين؟ هذا شو راح يأثر على عملية البناء مالتي. هسه شنو صار عندي؟ الدبل سترانت اجى الهليكيز، هذا كنا طلقه البطل وشلونه؟ مكرمس احمراني، سوالي شنو؟ فتح لي الدبل سترانت. زين، يعني الشريط الاول اللي فوق هو عباره عن 3 و5، الجو حتى لو ما شافك راح يقول 5 و3. زين، هاي رقم واحد. هذا يسموه الاوريجينال، this original and that one original. البطل مالتنا البنا مالتنا اللي هو شنو هو الدي ان اي بوليمرز. الملاحظه عندي شو تقول؟ يقول انه الدي ان اي بوليمرز شو يقول؟ يلا من يقرا لي اياها؟ يس يلا قروها. يس يس امنص. In the 5 to 3 direction. This means it moves along the old template citrant. Template هو القالب. يعني هذا ال original one يعتبر قالب template، قالب ال original one حتى يجي ال RNA polymerase عليه ويبني لي ال citrant الجديد، ال new citrant. ال new citrant راح يكون شنو؟ اتجاه عكس اتجاه الأصلي. يعني this means it moves along the old القديم يسموه old أو template citrant القالب in the 3 to 5 direction. ليش؟ لأنه building عملية building the new citrant in the 5 to 3 direction. يعني لانه هو يقدر يبني بس من الخمسه لثلاثه، فالشريط مالتي الاصلي الاوريجينال او التمبلت اللي يكون ثلاثه للخمسه
هو راح يبني لي سترون جديد اسميه ليدنج سترون الطائر اللي يكون يعني 5 لـ 3 لانه الانزيم مالتي يقدر يبني 5 لـ 3 فهذا النيو وان اللي يكون كونتينيوس مستمر او اسميه ليدنج سترون يكون باتجاه 5 لـ 3 يعني النيو يعني ال RNA polymerase لما يبني لي واحد جديد يقدر يبدي من 5 لـ 3 فقط بالجديد مو الأصلي مو الأصلي المهم أنا عندي الجديد اللي راح يبني بي اللي راح يبدي بي يكون باتجاه 5 لـ 3 هذا شو أسميه leading strand حتى أنا بالمناسبة موجود بالمحاضرة الكلام نصه نعم يعني هذا الجو ما أسميه leading strand لا لا ما راح أسميه leading strand راح أسميه واحد ثاني لأن راح يستمر هذا مو إيش راح يقرأ غديان كيف صح المشكلة عندي شنو راح يصير الستراند الآخر الستراند الآخر لما يجي يبني اللي هو اتجاهه عكس اللي هو 5 to 3 زين لما يجي يبني ما راح يبني بس من الفايف يبني من 3 to 5 زين من 3 to 5 راح يبتعد عن النقطة الأصلية 3 to 5 راح يقطع 3 to 5 راح يقطع ما راح يقدر طبعا شنو هو هذا هذا البرايمر هذا الأصلي البارد وبعدين تصير عملية البنيان نعم بترى هو هذا الار ان اي البداية قلنا عليه بالضبط هذا هو البرايمر اللي هو سيجمنت اوف ار ان اي قطعة من الار ان اي هي البرايمر زين هذا البرايمر الوردي زين الدي ان اي بوليمريز يبدي يبني لي بس فقط من 5 لـ 3 زين بنبنى من 5 لـ 3 هنا بعد اذا يطلع هيك راح طلع عن القالب مالتي الاصلي فش يضطر يقطع ويرجع لي ورا خطوة ويبني 5 لـ 3 ويقطع ويرجع خطوة لي ورا ويبني 5 لـ 3 لأنه هو هالشكل هذا البنا مالتي ذاك البطل يبني بس 5 لـ 3 ما يقدر يبني 3 لـ 5 زين يعني ما يقدر يبني هالشكل بهذا الاتجاه يبدي يبني بعكس الاتجاه فش راح يصير عندي راح يصير عندي قطع مو مستمرة فد مرة زين لأنه إذا يستمر فد مرة بهالاتجاه راح يصير عندي راح يطلع برا القالب على مالتي منا والجديد يطلع هيك منا لي برا بالشارع اصلا ما عنده يعني ما مثل القطار يطلع برا السكه فهمتوا شلون فشي يضطر يبني قطع ويرجع لي ورا كانما دايرني علبك لانه اتجاهه صار عكس الاتجاه الشريط الثاني عرفت ليش يطلع عن قطع فيبني قطعه ويقطع ويرجع لي ورا ويبني قطعه ويقطع لي ورا هذا الستراند يسموه لاجينج ستراند لاجي يشوف اللي راح يتلزق هيجي انزيم اسمه اللاجيز يلزقهم هاي القطع وهاي القطع شو يسموها حاليا ما يسموها دي ان اي سترانت هذني مو دي ان اي سترانت هذني يسموها اوكوزاكي فريجمنت بالنسبه للعالم عالم ياباني ما اعرف شنو اسمه اوكوزاكي واضح فهذني اوكوزاكي فريجمنت هذني مو نيو ستراند اوف دي ان اي ولا قطع فريجمنت يعني قطع واضح ماماتي عرفتوا ليش يعني لانه هو يبني 5 لـ 3 فاذا يستمر منا يبني 5 لـ 3 يطلع برا ستيتش برا تمبلت مالت فيضطر نضطر نسويهم قطع قطع لانه مالتنا يبني بس فقط 5 لـ 3 اذا يبقى مالتي 5 لـ 3 بشكل مستمر راح يطلع يصير عندي اوكوزاكي فريجمنت هذا يسموه شنو اللاجينج سترون فانا اذا اجي لك سؤال شنو هو الدايركشن مال اللاجينج تعرف انه هو الدايركشن مالته يفرق عن الليدنج سترانت يعني هذا 5 لـ 3 كانما دا يقرا عكس الاتجاه زين واضح طيب هذا اللايجيز
شنو عندي؟ عندي 5 لـ3 الأصلي، هذا 5 لـ3، هذا الرصاصي أو الأخضر ما أعرف شو اللي تشوفه، هذا الأصلي 5 لـ3. هذا البنفسجي لنيوم 1، هذا الليدنج اللي إحنا بنيناه زين. وهنا أنا عندي 3 لـ5 هذا الرصاصي مالتي، والبنفسجي هذا عندي اللاجينج لنيوم 1. أوكي، فأني كان عندي 2 صارت 4، كان عندي 2 سترانش، فـ5 سترانش صارت 4. دول الفور عبارة عن شنو؟ عبارة عن 2 original 2 copy. أوكي، هاي العملية يسموها سيمي كونزرفتيف. إحنا عندنا كونزرفتيف، حزب الكونزرفتيف سامعين بيه بالأخبار، المحافظين. هاي بإنجلترا عندهم المحافظين والأحزاب مالتهم. فعندي كونزرفتيف المحافظ اللي يطيج copy طبق الأصل. زين؟ سيمي كونزرفتيف هو شنو؟ مقطي سيمي يعني جزئي، نص نص ونص، نص محافظ. شلون يعني؟ يعني حاط لك 1 سترند من الاوريجينال ومسوي كوبي من الجديد. اوكي، فهذا سيمي كونزرفتيف. ليش سيمي كونزرفتيف؟ لانه عندك 1 original and 1 copy، 1 original and 1 copy بكل شنو؟ بكل دبل هيليكس جديد. تمام؟ البوليمريز مالتنا هم يخطأ، هم يسوي أشياء بالخطأ. فمعناتها شو يسوي الخلية؟ الخلية مالتنا شو تسوي؟ سيل سايكل راح تروح تفعل نظام التشيك بوينت، تسوي بروف ريدينج إعادة قراءة وتصحيح، تسوي إكزيشن تشيل القطعة الغلط وتستبدلها بقطعة صحيح. هاي الأحيان هاي ليش يصير الظاهرة؟ أما بسبب باثوجين مرضي في البكتيريا يصيب الخلية فيؤدي إلى حدوث مثل هاي العملية. أحياناً كانسر السيل زين اللي هي مثلاً إذا أنا ما وقفت، ما سويت ستوب للخلل هذا اللي يصير، الخلية من خلية عادية تتحول إلى خلية مسرطنة. ليش؟ لأنه هاي عملية الخطأ اللي صارت تعطيني نتيجتي، أما تعطيني نو بروتين أو شنو؟ رونج بروتين. وأنا أصلاً ليش بدي أسوي هاي العمليات كلها؟ هاي يسموها جين إكسبريشن، تعبير جيني حتى أنتج بروتين. هذا البروتين يسوي لي فد فانكشن معينه بالخليه. فاني اذا صار عندي سيكونس مالتي تخربط، الشفره الوراثيه جينيتيك كود اللي صرنا ناخذها راح تتخربط، ما راح تصير نظاميه. فبالتالي لما راح يطلع لي هذا الدي ان اي الجديد الريبليكيشن، ومن عنده انا راح استنسخ دي ان اي استنسخ، اسوي ترانسكريبشن واطلع المسنجر ار ان اي من عنده. وهذا المسنجر ار ان اي هو اللي يشيل لي المراسل اللي ياخذ لي الشفره الوراثيه من النواه ويطلعها برا للسيتوبلازم يوديها للرايبوزوم. هسه حنشوفها مرتين الفيديو كلش حلو. فمعناته اذا صار خطا واحد بشفره واحده، البروتين الجديد راح يصير شفره غير اللي هي اصلا محتاجتها الخليه. فلو اصلا ما راح ينتج لي بروتين، لا ينتج لي نيو بروتين. وبالتالي هذا النيو بروتين احنا ما نعرف شنو عقباته، راح يسبب لي مرض، راح يسبب لي طفرة زيادة. اكو احيانا بعض الطفرات تكون ترى مفيدة، لون عين مميز، ذكاء الاي كيو مالته يعني مرتفع، فد شيء يعني عنده فد هابت معينة. واحيانا لا، يكون مرض، يكون اعاقة، يكون فد مشكلة زين. واحيانا سايلنت يعني ما الها تأثير، يعني تعبر. حنشوف ليش احيانا سايلنت. ترى بس سؤال جواب
هسه احنا لما بدينا احنا مو قلنا نسوي قطعة من الدي من الار ان اي بعدين نكمل؟ لا مو قطعة من الار ان اي في البداية هذا البرايمر. اي اعرف اعرف. هذا. اي مو هو ار ان اي ونكمل عليه؟ اي. فالار ان اي مو بي وراسي؟ في البداية؟ اي. اي. شلون راح يكمل عليه وش اسمه يصير انه بيرجع يصير دي ان اي والدي ان اي بلا يروح مو راح يصير فوضى لا ادري هو وهاي القطعه راح تطلع تنشال هذه بعدين تنشال ويتوصل هاي القطعه مال الدي ان اي وحده بالثانيه واضح؟ هذا هو الرسم الأساسي مالتي كل الإنزيمات اللي إحنا هذا اللاجين هذا الليدين يكون مستمر يكون دائماً 5-3 دائماً أجيب لهم بالأمسكيوات الـ Direction of Leading Citron شن هو؟ 5-3 من 5-3 Leading Citron من 5-3 ليش؟ لأن البوليميريز يبني لي بس من 5-3 هذا leading citron زين lagging citron لا يكون من 3-5 ويكون شنو يكون عبارة عن قطع هذا قطع هذا DNA ligase هذا polymerase 1 اللي هو يبني لي citron الثاني وهذا polymerase 3 يبني لي first citron الأول هذا SSP هذا primase الزايم اللي بادئ يشتغل على برايمر وهذا الهليكيز اللي يفتح هذا البارنتال دي ان اي هليكس الابويه او الاصليه اكو سؤال لحد هنا نروح للترانسكريبشن بعد المفروض انتم لذلك انا قلت لكم اقروا المحاضره احنا هنا راح نشرحها نعم الدكتور محمد فاطمه في عيد بس بدون كوسه والعوف راحت صفهم محمد حسين ان شاء الله أنا شو بس؟ انتبهتوا شنو قالت؟ قالت دي إن إي شنو بي جين فأنا من أول محاضرة بايوكيمستري عرفت لكم الجين هو عبارة عن شنو؟ سيجمنت أوف دي إن إي. ذلك الدي إن إي شنو يحتوي؟ على الجين. هذا الدي إن إي الطويل وهذا بي الجين. تمام. كل جين يبدي بمنطقة بالبداية يسموها بروموتر. وينتهي ب terminator promoter المحفز زين او يسوي promotes شلون يعني يحفز او يشجع البروموت هذا الجين ينتهي ب terminator يعني شنو يقطع يفصل زين Translation occurs at the cytoplasm of the cell. All relation takes
ترانسكريبشن ترجمة واستخدام الماسنجر ار ان اي معلومات اللي يحملها الماسنجر ار ان اي وين بالسيتوبلازم حتى اصنع من عندها بروتين. فذا الترانسكريبشن من بداية تصير داخل النواة شحتاج استفاد من الدي ان اي صنع من عنده شنو ماسنجر ار ان اي. الترانسليشن تصير وين بالسيتوبلازم استخدم الماسنجر المعلومات الموجودة بالماسنجر ار ان اي بالرايبوزومات اصنع شنو بروتين. خطوات الترانسكريبشن حفظوهن وياي. الخطوة الأولى initiation تهييج. الخطوة الثانية اللي حتى أبدي أنا. الخطوة الثانية elongation الاستطالة. الخطوة الثالثة اللي هي termination القطع. أكيد أنا لازم أقطع لازم أتوقف. لا بيجي.